وسهلا فيكم أعزائي مع وصفة جديدة. وصفة اليوم هي برغل مع الدجاج بالفرن. أكلة تعتبر جديدة يعني نوعا ما، بس سهلة ولذيذة فعلا. الطنجرة منحط ملعقتين كبار من تبع الطبخ من الزيت النباتي، ومنضيف بصلة مفرومة ناعم، بصلة صغيرة يعني ما تكون كتير كبيرة، ومنقلبها عن نار شي دقيقتين لحتى يتغير لونها شوي. منكون مغسلين قطع الدجاج اللي بدكن إياه، أفخاد أو راك دجاجة كاملة أو أقل من دجاجة حسب عدد أفراد الأسرة كمان، بس المهم نكون منشفينهم كتير منيح من المي منشان ما يلزقوا بأسفل الطنجرة. منخليهم ياخدوا لون على الوجهين، يعني على كل وجه شي دقيقتين، وبعدين منقلبون على الوجه الثاني. وهون ما رح ضيف غير فلفل أسود، لأن بعد شوي رح نضيف الباقة العطرية. صح رح نسلق الدجاج بس ما رح نسويه استواء كامل، رح نتركهم شي نص ساعة أو نص ساعة وخمس دقايق فقط. بعد شوي هلأ رح أضيف مي عادية من الحنفية، مليان القنينة المي يعني لتر ونص، منشان تكون الكمية كافية حتى يستوي، يعني منشان نستخدم المرق للبرغل، المرق الدجاج. شايفين لأنه قلبنا أول شيء قلينا اللحمة شوي، فما في كتير زفرة على الوجه، هدول أكتريتهم بصل، هاد البصلة اللي حمصناها بالأول، بس منحاول قدر الإمكان نشيل الزفرة. هلأ بدنا نضيف الباقة العطرية، شي كم ورقة غار، شي عودين قرفة، وكم حبة هيل منحاول نفتحهم مشان نستفاد من النكهة تبع البزر، وكمان شي كم عود أو مسمار قرنفل. وما في داعي هلأ نضيف الملح، منضيف الملح ملعقتين صغار قبل ما تستوي اللحمة أو قبل ما نطفي تحت اللحمة بشي دقيقتين ثلاثة. إذا نحن اتفقنا نتركهم على النار فقط نص ساعة أو 35 دقيقة، نص ساعة وخمس دقائق. منحضر البرغل بس ما رح نغسله هلأ أبدا. أنا هون رح استخدم كوبين ونص من البرغل الخشن، منحاول ننقيهم، طبعا ما منغسلهم بكير ولا مننقع البرغل، فقط منغسله قبل ما نضيفه حتى نقليه. هلأ منشوف كيف رح نعمل، وكمان كمية البرغل حسب عدد أفراد الأسرة. هلأ تقريبا رح يجي يعني رح يخلصوا نص ساعة أو 35 دقيقة تبع الدجاج. منضيف مقلاي ملعقتين من الزيت النباتي، ملعقتين تبع الأكل، وهون أنا ما عندي غير زبدي، طلع ما عندي خالصة زبدي من عندي، هذا المكعب ما بيطلع ملعقة كبيرة، فاضطريت ضيف ملعقة من السمنة معهم. فيكم ضيفوا سمنة لوحدة أو زبدي لوحدة مع الزيت النباتي أو حتى زيت الزيتون، بس هدول يعني مع الزبدي أو السمنة بيطلع أطيب. ضفت بصلة صغيرة مثل ما شفتوا مفرومة، وهلأ بتركها حتى يتغير لونها. مثل ما شفتوا من شوية ضفت ملعقتين صغار من الملح قبل ما طفي تحت اللحمة. إذا ملحنا المرق تقريبا آخر الشيء. هلأ بعد ما تغير لون البصلة منضيف ملعقة من دبس البندورة، بدنا نخليها تتحمص مع البصلة شي دقيقة، ورح نضيف البهارات. فينا نضيفهم ملعقة صغيرة ملح، لأن الملح ما بعتقد كافي تبع المرق، بتتحمل نص ساعة نص ملعقة صغيرة من الملح. وضفت كمون وفلفل أسود وبودرة الثوم، من كل نوع ملعقة صغيرة، إذا فلفل أسود وكمون وبودرة الثوم، منحركهم. هلأ منكون بهالوقت غسلنا البرغل وغسلناه كتير منيح تحت الحنفية وصفيناه من المي، ومنضيفه مباشرة فوق البصلة والدبس البندورة. منقلب على النار شي دقيقتين، منحمص البرغل شوي. هالوقت بهالوقت هاد تماما منشغل الفرن. أول 10 دقايق رح نشغله على 200، وبعدين لما تسخن الصينية منيح وتغلي المي منرجع منخفف النار على 190 أو على 180. المهم إنه بهالوقت هذا رح نشغل الفرن، ومن الأول فينا نشغل الشواي
وبعد بس بدنا كتير ندير بالنا لما يحمر الدجاج منطفي شوية من الأعلى. منجيب البايركس اللي رح نحضر نصف أو نرتب البرغل والدجاج فيها. منوزع البرغل كتير منيح. وهلأ منشيل قطع الدجاج من الطنجرة من المرق ومنرتبهم فوق البرغل. بعد شوي هلأ رح نحضر خليط التلميع لقطع الدجاج مشان يطلع لونه كتير ظريف وحتى بيعطي طعمي لذيذي. منضيف ملعقة من اللبن الرائب أو الزبادي، ملعقة من دبس البندورة، ملعقتين من الزيت النباتي، وفينا نضيف ملعقة صغيرة من البابريكا أو نص ملعقة صغيرة من ملون الزعفران أو التنتين. أنا ضفت التنتين. إذا ملون الزعفران بيعطي طعمي لذيذي وضفنا البابريكا وهيك بيطلع اللون. هلأ مندهن قطع الدجاج بالنسبة للمرق ما رح نمسك الطنجرة ودغري نضيفها فوق البرغل، لا رح نصفيهم. أنا صفيت المرق بالركوي مثل ما نكون شايفين منشان نتحكم التوزيع المي فوق البرغل منشان ما يتخربط البرغل بالصينية، يضل مرتب ومتوزع بشكل كتير كويس. إذا أنا صفيتهم على مرحلتين المرق وما ضفت كل المرق، بقي شوي منهم. فقط بدنا كمية من المرق حتى تغمر البرغل، فقط نصف سنت فوق مستوى البرغل، نص سنت أو حتى مجرد غمرتون. فينا نزين بشرائح من الفليفلة والبندورة، وإذا مثل ما اتفقنا الفرن أول 10 دقائق أو ربع ساعة على 200 وبعدين آخر ربع ساعة نزلته على 190 وشغلت الشواي لحتى أخذوا لونه بعدين طفيتها وخليتهم حتى نشف البرغل، ما بياخذوا وقت أبدا، شي نصف ساعة. شوفوا ما أحلاهن البرغل كيف هيك الأسفل الصينية نضيف ما ملزقين وبنفس الوقت ناشف المي مستوي البرغل تماما. أما اللحمة فهي مستوية بشكل، هلأ رغم أنه هاي قطعة صدر دجاج، هلأ شوفوا بالشوكة كيف منقدر نشيلها بسهولة، كتير دايبة دوبان يعني صدر الدجاج رغم أنه هاي أكتر قطعة بتطول حتى تستوي. فلأنه نحن مثل ما شفتوا سلقنا أول شيء الدجاج وبعدين حمرناه بالفرن والبرغل مدردر كل حبة لوحدها، منظره كتير كتير ظريف ومرتب والطعمة كتير لذيذة وبتشهي. وفينا نقول المهم طريقة جديدة لطبخ البرغل هيك مشهية أكتر من العادي، وشفتوا ما أنا صعبة أبدا أبدا ولا بتاخد يعني ما بتاخد وقت نهائيا من ست البيت، وحتى بالفرن ما بتاخد وقت كتير يعني كل الوقت اللي شغلنا في الفرن نص ساعة وعشر دقايق يعني 40 دقيقة. شايفين كتير كتير أكلة مرتبة وشهية ولذيذة ونوع من التغيير فينا نقول. بتمنى تكون هاي الوصفة اليوم نالت إعجابكم أعزائي، وإذا حبيتوا فيديو اليوم بتمنى تدعموني بلايك. أعزائي إذا عم تشوفوني لأول مرة فيكن تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكن إشعار بكل فيديو جديد. وألف صحة وهنا مني، أنا هنا.